تعمل تونس حاليا على أن تكون في مصاف الدول المنتجة لزيت الزيتون الذي تهيمن عليه إيطاليا وإسبانيا. ويوجد في تونس أكثر من 1,700,000 هكتار من الأراضي المخصصة لزراعة الزيتون، أي ثلث الأراضي القابلة للزراعة في البلاد. وهذا الرقم يعطي تونس نحو 20% من إجمالي الحقول المزروعة بأشجار الزيتون في العالم. المزدحمة، لكن المنتجين الصاعدين الجدد مثل تونس يكتسبون نصيبا متزايدا من السوق المربح، وذلك بفضل حملة مكثفة في البلاد لوضعها على خريطة المصدرين العالميين لزيت الزيتون. وفي حقل مرناق الشاسع ذي المنظر الخلاب في القيروان يتم جمع الزيتون يدويا، ورغم أن هذه الطريقة تحتاج إلى عمالة كثيرة إلا أنها تضيف جودة وقيمة للزيتون ومنتج الزيت النهائي. ويوجد في تونس أكثر من 1,700,000 هكتار من الأراضي المخصصة لزراعة الزيتون، أي ثلث الأراضي القابلة للزراعة في البلاد. وهذا الرقم يعطي تونس نحو 20% من إجمالي الحقول المزروعة بأشجار الزيتون في العالم، ويضعها بعد إسبانيا وقبل إيطاليا. وتصدر تونس 70% من إنتاجها من زيت الزيتون، لكن الغالبية العظمى من صادراتها تباع غير معبأة لأوروبا، وهذا ما يجعله رخيص الثمن. إلا أن الحكومة التونسية مصممة على تغيير ذلك من خلال زيادة صادرات زيت الزيتون المعبأ، ودعم تلك الخطوة بحملة دعائية كما تقول لمياء شقير ثابت المدير العام للمركز الفني للتعبئة والتغليف في تونس. بعد سنتين من القيام بهذه الحملات الإشهارية بالنسبة للزيت الزيتون التونسي، هو أن مررنا من تصدير 780 طن زيت زيتون معلب إلى 6,000 طن. وهذا المجهود قمنا به عن طريق شركات وعلامات تجارية جديدة استهدفت أسواق جديدة ومتعددة، منها الأسواق الأمريكية والروسية وأسواق عربية. ويستخدم أحد مصانع زيت الزيتون في القيروان آلات حديثة ومتقدمة من إيطاليا وإسبانيا لعصر الزيتون، ويشير مدير المصنع إلى أن ما ينتجونه أفضل مما تنتجه دول أوروبا. ويشجع الدعم الحكومي الشركات على تصدير زيت الزيتون معبأ، لذلك فإن عدد شركات تصدير زيت الزيتون المعبأ زاد من 20 إلى 45 شركة خلال العامين الماضيين، كما تعرض الحكومة حوافز مالية للشركات لفتح مصانع جديدة للتعبئة.